طبعا يشرفني بحضور سمو الأمير وهذه النخبة من أبنائنا وبناتنا الطلاب المتعاثين في المملكة المتحدة أن أشارك في تدشين هذا المكان وبداية عمل هذه الجمعية، وأعتقد أن سيكون لها إن شاء الله دور كبير لأن ستقوم بخدمة الطلاب المتعاثين أو الدارسين على حساب الخاص الذين هم هدفهم هو هدف علمي، فوجود هذه الجمعية بالتأكيد ستسهل لهم كثير من أو تجيب على كثير من الاستفسارات والأسئلة، وستوجههم إن شاء الله فيما يخدم أهدافهم ورغباتهم العلمية إن شاء الله. هكذا دشنت الجمعية العلمية للطلبة السعوديين في المملكة المتحدة من قبل صاحب السمو الملكي سفير المملكة العربية السعودية بلندن الأمير محمد بن نواف، ومعالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري، وبحضور الملحق الثقافي الدكتور فيصل أبا الخيل. هذا يوم أنا أشوف أنه بالنسبة لي أنا شخصيا يوم سعيد لأكثر من سبب، ومن أحد هذه الأسباب فعلا أني أتشرف بأن أكون مشارك في هذه الخطوة المهمة والرمزية حقيقة التي تخطوها جماعة المبتعثين في المملكة المتحدة، بأن رأوا أهمية بنائهم وتشكيلهم لمثل هذه الجمعية العلمية التي ستكون منبر إن شاء الله لطيف واسع من مساهماتهم وإسهاماتهم. انطلاق الجمعية هو أول خطوة في مسعى الطلاب المبتعثين لتوفير بيئة علمية وبحثية متميزة للسعوديين الدارسين في الجامعات والكليات في بريطانيا. أربعة أهداف حددتها الجمعية تسعى لتحقيقها بفضل الله ثم دعم سفارة خادم الحرمين الشريفين والملحقية الثقافية. أول الأهداف تكوين بيئة علمية لتنمية وتطوير وصقل المهارات العلمية التخصصية والبحثية. ثاني الأهداف إنشاء حلقات وصل علمية وروابط تخصصية تعزز التواصل العلمي والأكاديمي الفعال. ثالث الأهداف إقامة البرامج والأنشطة العلمية في سبيل الارتقاء العلمي والبحثي. رابع الأهداف دعم المتميزين وإبراز نجاحهم وتجاربهم. كانت هناك كثير من المبادرات الطلابية رأت الملحقية الثقافية بدعم من الدكتور سعادة الدكتور فيصل المهنة بالخيل الملحق الثقافي أن تتبنى الملحقية فكرة إنشاء جمعية علمية، وأعطت زمام تأسيسها والقيام بأمورها الإدارية للطلبة المبتعثين. فالجمعية العلمية هي من المبتعثين ولهم، لا تستغني عنهم ولا عن قدراتهم ولا عن أفكارهم، فبهم تتطور وبهم تنمو وتستمر. ست لجان علمية رئيسية تسهر على إقامة وتنفيذ برامج وأنشطة الجمعية العلمية: لجنة الطب والعلوم، لجنة الهندسة والعلوم التطبيقية، لجنة العلوم الطبيعية، لجنة الدراسات القانونية والعلوم الإدارية، لجنة الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية، ولجنة الفنون. تحت كل لجنة، مظلة كل لجنة، يوجد عدة تخصصات فرعية تفيد جميع المبتعثين، بحيث تكون الجمعية العلمية كمظلة تظل جميع التخصصات للمبتعثين في المملكة المتحدة. هدفها الأساسي هو بناء مجتمع أو بيئة علمية مساندة للبيئة الأساسية اللي هي بيئة الجامعات الأكاديمية. طبعاً الهدف هذا حيحقق بإذن الله عن طريق برامج حتعد وأنشطة حتقام للجمعية بصفة عامة وللجان الستة بصفة خاصة. أي طالب سعودي يستطيع أن يشترك في الجمعية العلمية بتقديم اقتراح، تقديم أي فكرة للجمعية العلمية، ونحن نرحب بأي اقتراح أو فكرة من أي طالب سعودي في بريطانيا. وبدعم من الجهات الراعية من وزارة التعليم العالي، مروراً بسفارة خادم الحرمين الشريفين والملحقية الثقافية، وصولاً إلى الطلاب المبتعثين، تقيم الجمعية العلمية قائمة طويلة من الأنشطة، أولها عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية
وآخرها إجراء البحوث والاستشارات العلمية. إن شاء الله ناويين إنه في الفترة المقبلة نعمل العديد من المؤتمرات، الدورات، اللقاءات والرحلات العلمية، وإن شاء الله ناويين كمان ننشأ مجلة علمية. من الأهداف أيضا المميزة الحقيقة التي تسعى أن تحققها الجمعية العلمية هي إنشاء حلقات ورابط أكاديمية بين الأعضاء. أي برامج تعزز تقوي نواحي الأكاديمية عند الطلاب، البحث العلمي، هذه من الحاجات اللي تعنى بها الجمعية. تأسيس الجمعية العلمية للطلبة السعوديين ثمرة من ثمار برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، ولبنة تضاف إلى قائمة طويلة من البرامج المساعدة لخدمة الدارسين والمبتعثين السعوديين. الجمعية العلمية هي فكرة رائدة ويتوقع منها الكثير لخدمة الطلبة السعوديين في المملكة المتحدة على مستويات عدة، والفائدة التي ستخرج بها الجمعية بمشيئة الله ستنعكس أيضاً على مخرجات التعليم من الطلبة السعوديين في المملكة المتحدة. الجمعية فكرة رائعة، سيما وتخدم الطلبة السعوديين وجمعية علمية، إن شاء الله أتوقع لها أن تسهم في مساعدة الطلبة المبتعثين لما يعود عليهم بالفائدة إن شاء الله. هناك طبعاً بلا دون أدنى شك هناك دعم من سفارة خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة، وبالذات فيما يتعلق بالملحقية الثقافية، ولكن كونها أن تتكون من طلبة علم أعتقد أنه هذه ميزة مميزة، ومتطوعين طبعاً معظمهم، وهذا هو الأجمل حقيقة. طبعاً نأمل لهذه الجمعية بكل تأكيد التوفيق والنجاح والسداد، وأن تتوسع إن شاء الله عبر الوقت في تخصصاتها العلمية. الجمعية العلمية للطلبة السعودية وهو مدخل جديد من مداخل الأنشطة التي لم نتعود أو لم يتعود أبناءنا وبناتنا الطلاب على خوضها، فهي حقيقة من التجارب التي أعتقد سيكون لها مستقبل كبير. انبهرت لما سمعت أن في جمعية لورش العمل، بالذات لأننا فاقدين الشيء هذا بالذات هنا في بريطانيا وأكيد أغلب دول العالم. بالنسبة للنوادي الأدبية ما هي مقصرة يعني كشغل اجتماعي وزي كذا، لكن كورش عمل وكدورات وبالذات التخصصات العلمية محتاجينها الطلبة بشكل واسع مكثف. هذه فكرة جميلة وفكرة رائعة، وأعتقد أنه حيستفيد منها عدد كبير من المبتعثين، أيضا حيستفيد منها رؤساء اللجان وحيستفيد منها أعضاء اللجان، لأنهم حيكون لها مردود كبير سواء على المستوى الشخصي للمبتعث أو أيضا في قضية إضافتها كجهد تطوعي، وأنا متأكد أنه هذا كله عمل تطوعي، والعمل التطوعي بلا شك سيقدم الكثير لأبنائنا وبناتنا المبتعثين ليس فقط في المملكة المتحدة بل في كل مكان. ومع انطلاق برامج الجمعية العلمية للطلبة السعوديين بدأت الجمعية مشوارها الطويل بتوفيق الله، ثم رعاية سفارة خادم الحرمين الشريفين وإشراف الملحقية الثقافية يستمر مشوارها نحو بيئة علمية متميزة، 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 نحو بيئة علمية متميزة.